بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من أرضية هذا الميدان نرحب بكم عبر الهواء مباشرة التواصل يستمر أيها الإخوة المتابعون في كل مكان. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا المساء، أحد أمسيات تحديات ومنافسات هذا الميدان، ميدان لبصير. نرحب بكم عبر الهواء مباشرة على قناة الريان وكذلك عبر الأثير عبر الـFM. أهلا ومرحبا بالجميع أيها الحفل الكريم. قبل لحظات أعطيت إشارة البداية لهذا الشوط، وأشواطنا في هذا المساء تتكون من 6 أشواط مخصصة للثنايا، سواء الكارب سواء القعدان. فأهلا ومرحبا بالجميع، وهذه اللحظات نبحر مع حضراتكم ونتعرف على كل ما يحدث وما يسير في صلب هذا الميدان. مسافتنا هي 6 كيلومترات المغررة لهذا السن. نبدأ مع المركز الأول، البداية مع ظن. هذه ظن لسلطان بن مسعود بن سالم أبو شريدة، من يحتل المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما الدور والنقلة عند المركز الثاني. المركز الثاني تتواجد الحمامة، تعود ملكيتها لحارب بن حسن لكبيسي، من يتواجد مع الحمامة، هو من يتواجد مع الحمامة على مستوى المركز الثاني والمركز الثالث. شوف اللي تدخلت من الجانب الأيمن، شوف الدخول هنا من اعتبار صالح بن محمد بن صالح الزقيبة، يتواجد مع اعتبار على مستوى المركز الثالث. غيرت في هذه اللحظات وانتقلت بدورها إلى المركز الأول. ننتقل للمركز الرابع، يصل شعار بالنايف على ظهر شهب، هي من تحتل المركز الرابع. عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري يتواجد على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، الوصول والتقدم في هذه اللحظات من قبل الهبيبة، تأتي وتحتل المركز الخامس، تعود ملكيتها لمحمد بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي، هو من يتواجد مع الهبيبة على مستوى خامس المراكز. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود وإياكم، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، الصدارة مع اعتبار من تعتبر هذه المسافة هي مسافتها، وهذا أيضا العطاء، وهذا هذا المركز هو اعتبارا لها. هذه اعتبار لصالح بن محمد بن صالح الزقيبة، هو من يقدم لنا اعتبار في هذا الشوط، في هذا الشوط الحماسي، في الشوط الأول الرئيسي يا راعي اعتبار، الشوط الأول للثنايا البكار هو هذا الشوط. بينما الوصول على مستوى المركز الثاني، تتواجد ظن مع سلطان بن مسعود بن سالم أبو شريدة، من يتواجد مع ظن على مستوى المركز الثاني. ثالثا الوصول من الحمامة، الحمامة تحتل المركز الثالث. حارب بن حسين بن محمد الكبيسي، من يتواجد مع الحمامة على ثالث المراكز. شوف الوصول على مستوى المركز الرابع اللي وصلت لهبيبة، الهبيبة تعود ملكيتها لشبيب بن محمد الرمزاني النعيمي، يقدم لنا الهبيبة. بينما الوصول على المركز الخامس من الجانب الأيمن، وصلت الشبلة، فهد بن علي بن محمد المنجم، من يأتينا أيضا قادم من المملكة العربية السعودية، ومن بالتحديد من نجران، من ميدان نجران. فأهلا يا بن منجم وأهلا بكل الضيوف. الله، الشوط الأول هل سيكون هنا في هذا الميدان أو سيكون لضيوف هذا الميدان؟ لكم يا أهل نجران، ولكن أسماء لم يحن موعد دخولها، أراها بالعين المجردة، ستشاهدونها في الأمتار الأخيرة. الله، نعود والعود أحمد هناك إلى مقدمة هذا الشوط، اعتبار مع صالح بن محمد بن صالح الزقيبة.
من يتواجد مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. الله 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 الله، الزقيبة مع المركز الأول، ولكن 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 شوف المركز الثاني، ظن سلطان بن مسعود بن سالم بن مسعود أبو شريدة من يأتينا مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من الحمامة لحارب بن حسين بن محمد الكبيسي، ولكن على مستوى المركز الرابع اللي تحتل رابع المراكز هنا الهبيبة لمحمد بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي، أهل نجران يصلون على مستوى المركز الخامس. يصلون أهالي نجران على مستوى المركز الخامس. معاك يا رشيد. الله، شوف المركز الخامس اللي احتلت المركز الخامس الشبلة، فهد بن علي بن محمد آل منجم من يأتينا ويحتل المركز الخامس. الله يا الأسماء، الله يا الأسماء اللي تتواجد خلف المراكز الخمسة الأولى، أراها تقترب لحظة بلحظة. رويدة الرويدة، ولكن نعود بالصوت والصورة. يا سلام يا سلام يا سلام، الصدارة والمقدمة مع اعتبار صالح بن محمد بن صالح بن محمد الزقيبة هو من يحتل الصدارة من البداية وحتى هذه اللحظات، بينما هنا ظن من تخلف الظنون تحتل المركز الثاني وظن مالكها فيها أيضا أن تنتزع ناموسي هذا الشوط. سلطان بن مسعود بن سالم بن مسعود أبو شريدة، وعلى المركز الثالث يصل شبيب بن عرار النعيمي من يقدم لنا الهبيبة. محمد بن شبيب بن محمد بن الرمزاني النعيمي من يأتينا ويحتل المركز الثالث. المركز الرابع يصل بنديلة رافع راية التهديد، بنديلة قادم لا محالة مع مغثة علي بن زيد بن علي بنديلة من يتواجد على مستوى المركز الرابع، غيرت على مستوى المركز الثالث. ناخذ المركز الخامس. معاكم يا أهل نجران، معاكم يا أهل الجنوب، يا أهل الجنوب. الله الله الله، أهالي ميدان نجران يطالبونكم يا المنجم بهذا الناموس، بناموس الشوط الأول، وأهالي ميدان الشحانية أيضا يطالبون هؤلاء الذين يتواجدون في مقدمة هذا الشوط. بينما نعود وإياكم إلى المركز الأول، نعود إلى صدارة هذا الشوط، نعود مع 1500 متر تفصلنا عن خط النهاية. لا زالت الأمور هنا تسير تسير من صالح، من صالحك من صالحك يا الزقيبة، الزقيبة الزقيبة يتواجد مع اعتبار صالح بن محمد بن صالح الزقيبة من يتواجد مع المركز الأول من الأمتار الأولى حتى هذه اللحظات، وهي مسيطرة بينما ظن تأتي على مستوى المركز الثاني. معاك يا أبو شريدة، ولكن غير بن ديلة، غير مع مغثة علي بن زيد بن علي بن ديلة من يتواجد مع مغثة على مستوى المركز الثالث. الله يا سلام، المركز الرابع الوصول والتقدم من هيبة أو الهبيبة محمد بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي، وعلى المركز الخامس اسم جديد ينضم في هذه اللحظات مع العنود علي بن محمد بن سعيد النابت المري. ولكن ولكن بنقول الكيلو متر الأخير، نتجاوز هذا الكيلو، ولكن لازالت الأمور تسير تسير مع اعتبار ولكن مغثة وأيضا وصول رافال من مبارك بن سالم بن محمد بن سالم بن جهويل يتواجد مع رافال غيرت في هذه اللحظات، غيرت مجريات هذا الشوط. الله يا رافال، مبارك بن سالم بن محمد بن سالم بن جهويل، بينما بنديلة على مستوى المركز الثاني. يلا 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 يا علي بن زيد انتهز الفرصة، راحت رافال ولكن تحركت مغثة بنديلة. معاك يا الشايب، معاك يا علي بن زيد بنديلة يتواجد مع مغثة، ولكن رافال ما سلمت، ما طاعت تسلم. رافال بن جهويل، مغثة بنديلة بن جهويل ولكن مغثة مع ناموس الشوط الأول. تهانينا والناموس لعلي بن زيد بنديلة على فوز مغثة وتحقيقها بناموس الشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني وصلت رافال مبارك بن سالم بن محمد بن جهويل. المركز الثالث تصل العنود لعلي بن محمد بن سعيد النابت المري.